سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمها يقدر انتم مدنو ميل كستوى دافادو نده يد على دبت كجوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كستا وايد انتحايبة ونكسن كسر دواده برنامج إيه مقالو آدي آد وحاساسية وحان إذن ودا دولة بوتلان أيام مركلة إذن علوس أسو جيديسي دولة فدرال كصوماليا إيادة أوليبة كيساس علوس كوكتي رنتي وحان ربا وربحنتي أدنبيي إيا كيساس حاليسة أو أي كوكتي دولة فدرال كصوماليا إنان إذن لوداقو حالكا لنا عكالانا آن إذن ودو مليشي بيلت كترسان بيشا حبر جعلو غارحان بيشا سولمدو أيا شيغي إناي كسوين هين اما اي قبسدين قوبا اي كبحين عيدا مدحا قدرقا جماهيرتي اساسي او اي كمليهين ميقاق لي ايا مسكح بغلي بل موغال كودا ايا وحا كرنونا وان ايدن لو داق دونا حالكا دين عكالانا آن ايدن وضو قربحينا كاليح او ايقونا آدي آد وحاساسية هادبا انتينا اقودا قدن سيد عددين واحد فضلا هادان دو عصبتها سبسكرايب نصورده لان سيبودك سحبا فربدن ونكسين سيد ايدن كوكالا هوري هاديان دولة جوكتينا وان ايدن كمي هاد عرينيا لايك تو مركز تو حانو تاديري قدن ميلو فوق فوق يسحب فربدن ويقار سينسا وحي تريا تسالانا كومنتيقا هوسي ايان دولة سيودي اكرتان سودا واده هادبا هادان كوان ريو دولة بوتلان ايا كسو اوكتي كيساس حاليسا دولة فدرالكا صوماليا بل مركا كواد موقال كان اينو داوانو ايا وليبا كورنيل مهد سعيد اساقا ايا انو شرح ايا كيساسكا ايا وحال لغسو اوغي دولة فدرالكا صوماليا درسوا شرحات ومرين سألوه الشين دي وحو هشيس بالشوغي يهي معلوه الشوغي دل كان السيادة وحي سكوهي دل اسكا فرنشا لو دل كبربريوهي دولنا سعاشن كوي دواتي دل كان دولنا سببولاي واحد دل كان سكوه تصور كم الجار كا ومدى الصوم على دي دكتورنا يسيبوها تصور كنا دي حسن يجروبس تم شديد يجروب حسن وواحد هو عاد فتن تصور كي واتي برا مغشيك واحد شو حمر شو برا مغشيك حمر العو غيبين واتي برا ماك اللي بدلي ومستصور كله بدلي حسن صور صور تخرج طي دي شرعيد من الحين هو واحد ودور تمر ذاك بحلو هذا شرعيد ما هي ستيك مركا قرن يصدع عفري الأطناب لما يكون عفري الأطنكي نرهب الصومال اللي تيجي تخمه وكم عمره بلع على تي كرين واحد أنت هتسي درم كروبشن هذلك العي ولا سقطة هيريد أمنية وذلك وفدرالك أو بابين أرجع حسيد يجي بسكون المي سراكيل بدم بع قبل هذا بحق أما شغل الله هسه الأول أي ودولد يقدم يسوع رنتي كورنيلكو وهي بفر بدن أيو كسر شكي waxa uu marka koowaad u sheegay in dastuurkii dalka lagu tuntay in hay'adihii dawladda sidii doono ama shakhsiyaad gooni ah ay isticmaalaan waxyaabo fara badan ayuu ka soo sheekay hase ahaatee inta ugu muhiimsan waxa weeye waxa uu sheegay in saraakiil muhiim ah oo la dilay inay ka dambeysay dawladdu macnaha dawladda marka uu leeyahay waa madaxda ugu sarsareysa ama saraakiisha dalka iyaga ayaa meeshinka lagu dilay ka dambeeyay runtii warbixinno far badan oo hore waan idin la wadaagay halka aad meelo kalena warbixinno aan oo kala ahna aad ka maqasheen hase ahaatee waxa uu sheegay in saraakiishaasi ay caddahay inay dawladdu iyadu ay ka dambeyso oo ay waliba meeshin ay ku dilaan u fiirso sarkaal kasta marka la dilo isaga oo hawlgal ku maqan ama mid fasax ku maqan ayaa la wacayaa kaalay ayaa la leeyahay isla markiiba hawlgal degdeg ah ayaa loo dirayaa waxa ku xigta sarkaal hebel waa la qarxiyay oo uu dhintay inta sarkaal ee sidaas ku dhintay tiro ma leh idinkuna waad aragteen ayaan filayaa isku soo wada doodoob waxa uu sheegay in hantidii dawladda la iibsaday in wax walba oo danta guud ama tii shacabka ah inta la kala garan waayay tii danta guud marka la soo maray tii shacabkana la soo cunay in haddeertana loo soo dhaadhacay qabriyadii runtii arrintani arrin sahlan ma aha inta uu sheegay korneelku intuba waa xaqiiq in dastuurkii dalka lagu takrifaray in hantidii dawladda la dhacay in xabaalihii la soo qufay in saraakiishii la laayay in doorashooyinkii la leexsaday dhammaan intuba waa wax jira oo maragma dogta isku soo wada doodoob runtii
فتلان وحا اي شاكتاي مركي اي انتاس اي اركتاي اي قوان رسمية اي كاقادتاي ان اي كمدح بناناتو او دانهيدا اي دانت شعب كيدا اي دو اي اتشتو اي نوكا قدومنا هدبا اصولا بانو نمانكي ملشياتكا مري عالستا حبرتيادو كارهان وليبا سولة مدو وانمانكا لكاري لأي هاي سنتكن اي صوبح بحسانيا وحا اي شاكين ان اي حد ديرتو اي كسوينيهين اما اي بكي مادين مسكح بغوله او مركي هوري اي قعانتكو هايين اي دا مدحا قدرك تماهيرتا اساسي بالمركة كوهد موقال كودا اي نوضا داون waxay sheegeen in ay soo mareen xagugane maskax baqule ila iyo meegaagle ay socdeen hase ahaatee ay san ku soo arkin hal nafara ama hal ciidana oo ka tirsan ciidamada xaqudirka jamaahirta SSC waxa ayna sheegeen oo ay ballan ku qaadeen 7 cashe kadib inay gudaha u gali doonaan magaalada Bohol warneeman ku faan weena warneeman ku miisan ku yahayn war ku wiil la yaqaanay Soomaa mise talow ruuxamo iyo jiman waxya awooda dheeri oo aan la arkeen miyay heleen isku soo wada doodob halkan ay ku sugan yihiin ay ka dhigayaan inay meelo fog fog ay joogan oo hagoogan agteeda iyo magaalada ay tageen xaqiiq hadaan idin sheego waa qorilugu dusheeda ما أودان إني حقاً أصور دافان أو أي أصور دقاقان لنا عبوهول وحا أي أوجيهين هدي أي أصور دقاقان هالكاس إني نار نار أي كدعسو أما أي كسو هرئيسو هدبا ماندو وحا مغلدون تا نمان كاس هدى سيداس أو هدليا أو محابيسا أو وليبا مقعية كالة إيا قبيلة كالة شيغان دونا haddii aad isoo gaadhay ilaahay dhammaadka subscribe soo dhe lana si wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kala tan inta ku kulmi doono fi amaanillaah.